معالي الوزير المشهور في العالم والعالم المشهور، نحن مسؤولون دائما بزيارته، ونحن مسؤولون بأن هو يبذل جهودا كبيرة لتطوير العلاقات بيننا. وداوني بالتي كانت هي الداء، شعار رفعه سدنة الاعتدال الفكري لمحاربة الفكر بالفكر. تحالف دولي ضد الإرهاب العابر للحدود، وتوصيات بالحلول رفعها المتحاورون هنا وسطروها على الورق، وذلك بعد أن جاءت المشاركة المصرية بكلمة مفصلية. من العاصمة الكازاخستانية أستانا، وليد هيكل، التلفزيون المصري. أكد محقق الطيران المدني الفرنسي أن الإشارات التي التقطتها البحرية الفرنسية في البحر المتوسط في منطقة تحطم طائرة مصر للطيران في 19 مايو الماضي أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة هي بالفعل للصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة الإيرباص A320 التابعة للشركة المصرية. وأكد مدير التحقيقات والتحاليل في الطيران المدني الفرنسي في بيان له أن الإشارة من أحد الصندوقين الأسودين التقطتها أجهزة الشركة الفرنسية الموجودة على سفينة هناك من البحرية الوطنية. وكانت لجنة التحقيق المصرية قد قالت إن أجهزة البحث الخاصة بسفينة تابعة للبحرية الفرنسية تلقت إشارات من قاع البحر الأبيض المتوسط يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر في مؤتمر السلام الدولي، وذلك يوم غد، وإجراء محادثات تهدف لدفع العلاقات والحل في اتجاه القضية الفلسطينية. ومن المقرر أيضا، كان شكري قد أعرب خلال كلمته في الاجتماع غير العادي لجامعة الدول العربية عن دعم مصر للاجتماع الدولي الذي تستضيفه باريس، مشيرا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لتكثيف الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية. نعود الآن مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس مع مراسلنا هناك مصطفى عبد الفتاح من على متن السفينة جمال عبد الناصر. مصطفى، ما هي آخر الأخبار لديك؟ نعم، يعني بداية نحن في مدينة سان ناريز وليس بالعاصمة الفرنسية باريس. نعم، إذا أنت الآن في الميناء الذي تم فيه تسلم حاملة الهليكوبتر جمال عبد الناصر. حدثنا مصطفى عن آخر التطورات لديك، ما هو المقرر من الآن فصاعدا بالنسبة لحاملة الطائرات جمال عبد الناصر؟ تفضل. يعني الآن وبعد رفع العلم المصري على حاملة الطائرات مسترال جمال عبد الناصر وذلك تمهيدا لدخولها القوات البحرية المصرية، الآن أصبحت هذه الحاملة تعمل في القوات البحرية المصرية ودخلت الخدمة من الآن ولحظات أو أيام، وتنطلق إلى مدينة الإسكندرية عائدة إلى مصر، وذلك للبدء في عملها بالقوات البحرية المصرية. خلال أسابيع قليلة قادمة ستستقر حاملة الطائرات الهليكوبتر مسترال جمال عبد الناصر بميناء الإسكندرية، وذلك أيضا بعد انتهاء تدريب طاقم التشغيل الخاص بها، هذا الطاقم الذي تم تدريبه خلال 4 أشهر الماضية من الجانب الفرنسي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين الجانب الفرنسي والجانب المصري تحدث قائد القوات البحرية الفرنسية بأن طاقم تشغيل هذه الحاملة نجح بالفعل في اجتياز كل الدورات التي أتيحت لهم، وأيضا المعلومات والإرشادات التي تم إعطائها لهم خلال الأشهر الماضية، وذلك في وقت قليل حسبما تحدث قائد القوات البحرية الفرنسية، وقال إن الوقت كان قليلا ولم يكونوا متوقعين أن تكون الاستجابة من الجانب المصري أو تحديدا من جانب طاقم تشغيل هذه الحاملة يكون بهذه السرعة والكفاءة. نحن نتحدث الآن عن حاملة طائرات هليكوبتر هي الأولى من نوعها التي ستدخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبكل تأكيد ستحدث طفرة في القوات البحرية المصرية وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وفي
إقليم البحر المتوسط، خاصة وأن مصر تحدثت وتحدث قائد القوات البحرية المصرية وقال إن دخول هذه الناقلة ناقلة الطائرات الهليكوبتر مستيرال جمال عبد الناصر إلى خدمة القوات البحرية المصرية هو رسالة إلى العالم بأن مصر قادرة على حماية أمنها وعلى حماية أمن الوطن العربي وأشقائها العرب. هناك اتفاق ما بين الجانب الفرنسي وما بين الجانب المصري على أن أخطار الإرهاب هي الأخطار الأولى تداركها الآن، ويجب على الجميع مواجهة هذه الأخطار، وأن هذه الخطوة وهي انتقال هذه الناقلة ناقلة الطائرات الهليكوبتر مستيرال جمال عبد الناصر إلى القوات البحرية المصرية هي أولى الاستراتيجيات أو أولى الخطوات الاستراتيجية العسكرية. نعم. والتعاون العسكري ما بين مصر وفرنسا، وذلك لمواجهة الإرهاب، وأن هناك قناعة ما بين الطرفين على أخطار الإرهاب التي أصبحت تهدد العالم بأسره. نتحدث عن يوم حافل بالسعادة من الجانب المصري ومن الجانب الفرنسي، اليوم تدخل أول ناقلة طائرات إلى الخدمة في القوات البحرية المصرية. نعم مصطفى، طيب ماذا عن ردود الأفعال كما لمستها أنت من خلال سواء التصريحات الرسمية أو غير الرسمية من الحاضرين لمراسم تسلم حاملة الهليكوبتر؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل النيل، وقد حدثنا من ميناء سان ريز في فرنسا وأوجز لنا ردود الأفعال وما جاء في تصريحات المسؤولين المصري والفرنسي. ملف مستوطنات الفلسطينية هو الملف الأبرز على مائدة المفاوضات خلال الاجتماع الخاص بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في باريس، وهناك تأكيد على أن سكان المستوطنات يعانون الكثير، ذلك في ذكرى إعلان الدولة الإسرائيلية، ويطالبون أيضا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوزاري للمبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام بحضور أكثر من 20 دولة في باريس، يظل ملف المستوطنات هو الأبرز على أجندة الاجتماع. السلطة الفلسطينية رحبت بالمبادرة التي تسعى إلى عقد قمة موسعة لبحث إعادة إطلاق المفاوضات في سبتمبر المقبل، ولكن إسرائيل رفضت المشاركة بدعوى أن المباحثات الثنائية المباشرة هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، إضافة إلى تخوفها من تعرضها لضغوط دولية. حتى هذه اللحظة إسرائيل ترفض، لهذا السبب فرنسا اعتقدت، وهي اعتقدت صح، بأنه من المطلوب هو اجتماع كل هذه الدول لكي تحدد هذه الدول ما هي الباراميترز، المبادئ التي من خلالها يمكن أن تنخلق آلية للعمل، وبعد ذلك يبدأ الحديث مع الفلسطينيين والإسرائيليين. على مدار نصف قرن استوطن ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي أراضي فلسطينية محتلة تم انتزاعها قسرا من الفلسطينيين، مما يشكل أكبر عقبة أمام إحراز تقدم في مفاوضات السلام وإعلان دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه على استعداد لتقديم تنازلات من أجل السلام، لكنه أصر في الوقت نفسه على الإبقاء على المستوطنات الكبرى في اتفاق مستقبلي للأرض مقابل السلام الذي قد ينص على استرجاع أراضي فلسطينية محتلة من جانب إسرائيل. نقرأ نحن عملية المسح الجديدة التي تتم الريمابينج اللي عملها بتتم حاليا من أجل مسح أكثر من 62 ألف دنم في مناطق مختلفة من مناطق جيم من أجل السيطرة عليها وتحويلها إلى مناطق مسمى أراضي دولة من أجل الاستيلاء عليها وتوسيع الاستيطان، كل ذلك نتابعه. ورغم تأكيدات نتنياهو المتكررة إلا أن الحكومة الإسرائيلية طالما استمرت في استيلائها على أراضي فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة أو استكمال البناء في مواقع تم الاستيلاء عليها مسبقا، ما يؤدي إلى إجلاء مزيد من الفلسطينيين من أراضيهم. تواصل فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة اليوم، والذي كان قد تم فتحه بالأمس بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. هذا وكان من المقرر أن يغلق المعبر غدا الجمعة على أن يعاد فتحه مرة أخرى يومي السبت والأحد القادمين.
تعود الحياة من جديد إلى معبر رفح البري بعد أن قررت السلطات المصرية إعادة فتح المعبر ولمدة 4 أيام لتمكين الفلسطينيين من السفر من وإلى قطاع غزة. نحن ننظر بشكل إيجابي إلى هذه الفتحة، حيث أنها أتت بعد ما يقارب 18 يوما من الفتحة السابقة، ومدة 4 أيام هي مدة يعني نتمنى أن يبنى عليها الخطوتين، تقليص الفترة الزمنية لإغلاق المعبر ومد الفتحة إلى أيام أكثر من ذلك. هذه خطوة إيجابية نتمنى أن يبنى عليها في المستقبل إن شاء الله. بحسب كشوفات وزارة الداخلية في غزة، فإن أولوية السفر خلال الأيام 4 خصصت لفئات المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات وحملات الجوازات الأجنبية. مسافر لأدرس كلية الطب في الجامعات المصرية، سمح لي يعني بالدراسة هناك من 2015 السنة اللي فات. تأخرت بسبب إغلاق المعبر والظروف الأمنية اللي صارت في المعبر، تأخرت سنة، واليوم الحمد لله فتح المعبر وأنا إن شاء الله بإذن الله رايح أدرس. إيه والله أنا مسافرة السعودية، عندي إقامة هناك، فمسافرة. أنا جيت إلي 8 شهور محجوزة هنا وأنا مسجلة، أولادي وزوجي هناك، وجيت هنا زيارة عند أهلي وبناتي، والحمد لله نحمد يعني ربنا أنه فتح المعبر. مشكور الحكومة المصرية على فتحه لنا قبل رمضان. وفي ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 10 سنوات، بات معبر رفح طوق النجاة الوحيد أمام آلاف الفلسطينيين الراغبين في السفر والتنقل بحرية إلى خارج قطاع غزة. إعادة فتح المعبر يراها الفلسطينيون خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيفها من أزمة تنقل الفلسطينيين، خاصة وأن معبر رفح يعد البوابة الوحيدة لسفر سكان قطاع غزة. عمر بشير، للنيل، قطاع غزة. نتحول الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي العالمي للأزهر الشريف لإعلان استراتيجيته في المرحلة القادمة لمحاربة الإرهاب والتطرف.